بس يا جماعه النهارده بقى انا قلت لهم سيبوا لي نفسكم، النهارده انا اللي هعمل لهم السحور، والسحور بتاعي مش حاجه عاديه خالص، انا هعمل لهم سحور ملوكي من سحور نيره طبعا. فانا قلت لهم سيبوا لي نفسكم وسيبوا لي الدنيا خالص، وانا بقى ايه هعمل كل حاجه كده بنفسي. زي ما انتم شايفين المكونات هنا، انا معايا هنا لحمه، معايا التوابل. ثواني يا نيره. نعم يا بابا. انت عسل، عامله ايه؟ الحمد لله. انا حابب اقول نشكركم جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انتم بتشجعوها بكلامكم الطيب الجميل. لساني يعجز عن شكركم والله بامانه. ربنا يبارك فيكم ان انتوا بترفعوا معنوياتها ما شاء الله، يعني بتشجعوها كتير، وده تعودنا ليكم على طول. دايما طبعا مستنيين منك انت ايه تبهرينا. طبعا انت عارفه ان تصوركم نفسكم كده وانا هعيش. اصل هي بصراحه ربنا عارفه ان قدامك ما بياكلش حاجه من بره مثلا كده ولا بتاع. هي جايبه لحمه بلدي النهارده صغيره ما شاء الله يعني، وقالت له ان شاء الله يا جدي السحور ان شاء الله هظبطهولك عشان نعرف انت بت ايه تحب الحاجه البلدي البيت الاصليه. شفت قلت سيبوا نفسكم. انا سبت نفسي، خليكم شاهدين. او سيب نفسه والباقي اعمل الباقي. عارفه السحور لو ما كانش كده هيبقى كده ان شاء الله. طالما مع الشيف نيره يبقى كده. ناشي. يلا بص بقى انت، بص حبايبك كتير ما شاء الله يعني، ربنا شجعوني وانا هكمل عادي. واولهم انا. جدا. انا منتظر منك بقى من شوف كده. هقول لكم بقى على الطريقه وعلى حاجات كده كتيره هنعملها، وهتبقى جميله وفعلا زي ما هم قالوا كده اهو، هيستحروا سحور ملوكي كده، بس يسيبوا لي نفسهم تاني وتالت ورابع. ما تنسوش تشجعوني بقى باللايك والاشتراك في القناه عشان القناه دي توصل للمليون، وابتكر لكم فيها اكتر واعمل لكم حاجات. طبعا اللايك بتاعكم بيعرفني ان الفيديو عجبكم، ولا بفلوس ولا باي حاجه، بس هو بيعرفني ان الفيديو عجبكم وبيشجعني اكتر ويرفع من معنوياتي ويخليني اعمل لكم حاجات اكتر اكتر وابتكر لكم. وينزلوا بقى اكتبوا لي كده كومنت حلو، ويلا بقى نبدا في الطريقه لحسن. انا متحمسه قوي. وطبعا اللي مش هيعجبه الطريقه طبعا يحط ديسلايك عادي، انا مش هزعل يعني، عادي براحتكم، كل واحد هو وذوقه. على فكره اكتر حاجه عجباني في الشغلانه دي كلها ان عندي صباحه صغيره. الحمد لله ربنا ما حرمنيش واداني الصغيره. حاسس ان صباح لسه موجوده معايا بس زغرت شويه، فانا قدامكو هاخد بوسه من بنتي وبنت بنتي. بس انا عايز اقول حاجه يا جدي، صباح زغرت شويتين، 3 4 5 5 6 7 المهم انها موجوده. موجوده فيك. وبعديك ان شاء الله رماس. ان شاء الله المهندسه نيره، الدكتوره، والدكتوره رماس. العكس بقى، العكس. الدكتوره نيره والمهندسه رماد. بص قاعد على الكرسي لسه عماله تلعب وبتتمرجح. انت هتبقي مهندسه؟ هتبقي مهندسه؟ هتاكلي من البرجر اللي انا هعمله؟ هتاكلي منه ايه؟ تاكلي كله؟ لوحدي يا شيخه. انا اول حاجه هبتدي فيها هو البرجر. معايا هنا اللحمه، هننزل عليه بالتوابل بتاعتنا، فلفل اسمر وملح وخلطه كفته من ماي. هننزل كده بالمكونات دي كلها كده اهو، كويس جدا كده اهو، هنقلبهم كويس. بسم الله. طبعا ده نضيفه وغسلها، ونقعد نعصق فيها كده اهو كويس كويس، او نقلب فيها زي ما انتوا بتقولوا بقى. ايه الناس قاعده هنا لوحدك تعالي؟ خدي. بتحبي الشيتوس؟ بتحبيه؟ بتحبيني انا؟ بتحبيني قد ايه؟ قد البحر. قد البحر بس؟ لا البحر صغير. قد البسين. لا ده البحر البسين اصغر. قولي بحبك قد الدنيا دي كلها. بحبك قد الدنيا دي كلها. هاتي بوسه بقى. وانا بقى ابوسك؟ ابوسك من ايه؟ ولا من بقك؟ لا. لا ليه؟ لا من بقك. لا هي. لا ابوسك من بقك. لا ابوسك من بقك. لا هاتي بوسه من بقك. لا من بقك. لا ليه؟ هو انت بتتكسفي؟ الماس دي عسل مسكره والله. خلاص بقى نسيبنا ايه من البرجر، تعالى بقى هنا نقول لكم على صوص الجبنه الجميل بقى. ايه اهم حاجه في البرجر كله يعني؟ معانا هنا بقى ايه زبده كده او سمنه على النار، ننزل عليهم بشويه زي كده اهو. بسم الله. وهنقلبهم فيها كويس زي صوص البشاميل كده. اهم حاجه نقلبهم كويس عشان ما تعملش معانا كوسه. اكتر حاجه بحب اعملها في البرجر هو صوص الجبنه. انزل بقى كمان اخر معلقه وخلاص. انا نسيت اعمل بالمعلقه الخشب عشان الجرانيت ما يتجرحش، وعملت بالالومنيوم، فانا شلتها وحطيت يعني. عادي بتحصل كتير يعني معايا. ماشي. احنا نفضل نقلب في كده لحد ما ياخد اللون الذهبي بتاعنا، اهم حاجه عشان ما يتكتلش. طبعا ماسكه بقى اساسه اللبن كده اهو في ايديا، وبقلب بالايد الثانيه ايه عشان ايه ابقى اشوف جد. شوف بقى بيبقى ماسك 100 حاجه في ايديا، هو انا كفايه عليا المعلقه دي. بعد كده بقى هننزل عليها باللبن كده. بسم الله. واحنا بنقلب كده عشان ما تتكتلش، مش عايزينها تتكتل. وهنوطي النار كده اهو عشان ما يتكتلش مننا، ونقلب.
هحط حبه ونقل. طبعا بقى اللي بيعمل بطريقتي دي كده يعرفني، واللي عمل برضو بطريقتي دي يعرفني. بسم الله. وطبعا الناس اللي هو تقولي انت كل شويه بتسمي، لما بتيجي تعمل اي خطوه بتعملها، اهم حاجه بنسمي عشان ربنا يحط فيها البركه. لو انتوا طبعا عايزين بقى تضربوا بالمضرب مش بالمعلقه عادي يعني، بس انا بعمل للاسهل ليا. بصوا خلاص بقى عامل زي صوص البشاميل كده، هنزل بقى عليه بالجبن بتاعي. دي جبنه رومي مبشوره يا جماعه، ماشي؟ هناخد منها كده، وهناخد جبنه موتزاريلا، وهنزل بقى بالجبنه الموتزاريلا، وهي اهم حاجه. بسم الله. ميكس جبن بس هيبقى احلى حاجه بقى ايه، لو الجبن اللي احنا بنحطها تبقى لونها اصفر عشان يدينا ايه شكل كده حلو. بسم الله. نقلب كده اهو. بسم الله. نوطي بقى النار. بسم الله. وهننزل بقى بالجبنه الشرايح بتاعتنا دي، هننزل عليها دلوقتي بس اما نقلب دول. بصوا انا قلت على الزيت كده اهوت وهحمر في بقى. يا عم استنى اما اقول لك جملتين، استنى شويه، استنى مش مديني فرصه، فاحنا نحمر بسيط عشان السندوتش كويس. بسم الله. اهم حاجه بقى، اهم حاجه واحنا بنحمر البطاطس نوطي ايدينا كده اهو عشان البطاطس ما تطرطش وشنا يتحرق. وبالنسبه بقى للناس اللي هي بتخاف، اللي هي بتبقى ماسكه البطاطسيه وبعد كده اهو زي ما تكون بترمي حاجه في حاجه اهو، يا جماعه عادي يعني، عشان كده بتتحرق او بتتلسع او بيطرطش اهو. فنانه والله العظيم، انا فنانه. بسم الله ما شاء الله. بصوا 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 الجبنه جميل ازاي، والنبي ده جميل قوي. بصوا 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 الجبنه تقيله ازاي. بذمتكم انتوا ما جوعتوش، ده انتوا بتزعلوا عليا دلوقتي. بصوا هنعمل بقى هنا البرجر عشان بقى ايه، ما هو مش هياكلوها لحمه كده هو اكيد يعني. فدي كده دي بتاعت البرجر، ماما الله يرحمها كانت شارياها، فاحنا هنستخدمها دلوقتي. هناخد فيها كده ايه حته نقلبها كده كويس، هنحطها فيها كده، ودي بنضغط عليها كده عشان تفردها، تفردها كويس. انا قلت لهم سيبوا لي نفسكم، انا قلت لهم هيسيبوا لي نفسهم دلوقتي، يا كل من احنا هنسيب لك نفسنا يا نيره. هنا كده فيها زي تضليع كده عشان يدي ايه شكل البرجر بتاع بره. طلع البرجرايه واحلى من بتاع بره. نعمل بقى بقيه الحاجه. بسم الله. بس احنا هنكورها كده. خدنا بقى هنا ايه معلقه سمنه كده عشان بقى يطلع الحاجه بقى بلدي كده وحلوه، وهننزل بقى على ايه بالبرجر بتاعنا كده، شكله حلو قوي. بسم الله. طبعا السمنه اتقدح خلاص. البطاطس اتحمرت كده اهو. بقى الصوص بقى اللي هو للبرجر وللساندوتش هيبقى حلو قوي. هناخد كده اهو مايونيز، ناخد كده حبه مايونيز، خدنا 3 معالق، وننزل عليهم بكاتشب كده اهو. بسم الله. بحب قوي انزل الكاتشب وحبه مسترد، لان يعني مش هنكتر في المستبد عشان ما بنحبهاش. ونقلب بقى كل ده ميكس كده مع بعض، هيدينا شكل ولون وطعم وحاجه حلوه قوي، شكله حلو قوي وهو ميكس على بعض كده وريحته. اتقلب كويس بقى، نركنه على جنب كده ونركن البطاطس. طبعا الرخامه بتاعتي مسحها ونضيفها، هناخد عليها كده رغيف، ده عيش شامي عادي خالص. هناخد بقى ايه حبه كده اهو من الصوص اللي احنا عملناه دلوقتي كده اهو، ندهنها كده اهو. بعد كده ننزل بقى ايه بالبطاطس بتاعتنا. بسم الله. ندوتش بقى، لازم يبقى ايه مخدوم كده اهو، وزي ما هي كده اهو هنقفلها زي السندوتش حته كده اهو برده اهو، ندهنها كده. وهناخد معانا هنا بيض، هننزل عليه بشويه فلفل اسمر عشان الزفاره، وشويه ملح. بسم الله. وهننزل بقى عليه بنقطتين ليمون كده برده عشان الزفاره اهو، نقطتين كده، وهنقلبهم كلهم برده. تقلبوا كويس عشان زفاره البيض تبقى مش حلوه خالص، فلازم نظبطها كويس. هنركن بقى ده برده على جنب كده اهو. اهم حاجه بقى هنا معانا ايه، معانا شيتوس ودريتوس اي حاجه يعني، وهكسرهم كده اهو. ما تستغربوش ده عادي، ده عشان هيدينا شكل وقرمشه وطعم وحاجات جميله جدا. حد ما يبقى كتير خالص بايد الهوم بقى اهو، كفايه بقى ضربي فيه كده عشان حرام. هناخدهم كده معانا برده طبق اهو، هننزل فيه الاثنين يعني، مش شرط الشريط التدريجي يعني، الاثنين ميكس عادي يعني. ونقلبهم كده اهو كويس عشان يتخلطوا مع بعضيهم. وكمان الدقيق ايه معايا. هناخد بقى السندوتش الغلبان ده اهو، وهننزله هنا اهو كده اهو في البيض من بره كده عشان ياخد كفر يا جماعه، ماشي؟ هناخده بقى وهننزله هنا، نقدمه كده بالدقيق.
اذا كان نفضها من الدقيق ونرجع نحطها في البيت تاني. بعد ما بيطلع كده هو بقى من البيت بناخد بقى هنا كده هو في الدوريتوس. يا جماعه الدوريتوس ده بدل البوكسومات اللي هو عشان بيديله قرمشه اكتر ولون اكتر وطعمه احلى وكده يعني حاجات كتيره كده. بس انا نسيت احط له جبنه موتزاريلا وشويه جبن. انا هحط له مكمل واحط له عيش وهنقلي بقى ده هنا كده في الزيت. بسم الله. طمنوني يا جماعه مين اللي بيعمل بطريقه دي. يلا بقى نحشي البرجر سوا كده اهو. جبنه الكايزر عادي انا جايباه جاهز يا جماعه. انا كنت عامله طريقه قبل كده معايا. هناخد كده اهو في البرجرايه الصوص اللي احنا عملناه كده اهو ندهنه كويس وهناخد عليه البرجرايه وهناخد عليه خاصة او كابوتشا ودي كابوتشا كمان ماشي اهو نفردها كده اهو وحته خيارايه كده اهو عشان تفصل والجبنه بقى الجبنه الصوص. الصوص شكلها عامل ازاي. بسم الله. بس البرجر بقى شكله عامل ازاي وطعمه هيبقى خطير. البطاطس هي بتتحمر يبقى جنب البطاطس وجنبه السندوتشات كمان هحمرها بعد ما البرجر يتعمل وهنكمل كل الكميه وهتشوفوا شكلها في الاخر عامل ازاي. لسه شكله عامل ازاي. شكله جميل قوي مستاهل بقي والله. انا هنا بقى هسلق لهم بيض كده وانا غلفت الكتل عشان ايه اكسب وقت ونلحق يعني نتسحر وكده عشان وقت ما يسرقني. خلاص بقى انا خلصت كل اللي انا بعمله كده هو. بصوا السندوتش اللي انا عملته شكله عامل ازاي. شكله خطير بجد يا جماعه. انا عايز اقول لكم والله العظيم فعلا نيره اسطوره. بصوا كده بصوا اسطوره. بسم الله. ما تجوعناش. انا بقى عايز اجرب البتاع ده. ما تجوعناش. عايز اجرب البتاع ده. يلا بالهنا والشفا. انا هدوق. ممكن ادوق. انا هدوق. معلش يا جماعه انا المفروض ناكل على السفره بس انا بصراحه ربنا متشوق جدا ان انا ادوق دلوقتي. بص بقى ما شاء الله. الله ينور عليك. شفت بقى الحاج كان عنده حق لما قال لك هي صباح الصغير. ربنا يحميك يا نيره. هو حلو بس في تعديل صغير. بيطلعيه على مناديل عشان يصفي الزيت شويه. مطلعت على منديل. ماشي ماشي زي بعض 100 100. بس هو طعمه جميل. حلي. انا هدوق بقى كده يا جماعه. تسلم ايديك يا نيره والله. خد يا زيزو. ذوق فعلا ابن الوز عوام بجد. طب الغلبان اللي بيستور ده مش هياكل؟ لا انا بسيبه حد. ماشي. ما تخيلتش ان ممكن نيره تخلينا كلنا نتسحر في المطبخ. لا بس تسلم ايديك يا نونو. جميل ما شاء الله. بالهنا والشفا يا ابو صح. بس حلو. لا الله ينور. البرجر ده نوعه ايه؟ بلدي. لحمه. نعم. نوع نوع. اللي عامله لحمه عامله برجر هنا. انت اللي عامله البرجر؟ اه انا اللي عامله. يا شيخ. اه والله. حلو صراحته جميله. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش بقى اللايك زي ما انا قلت لكم. انا بعرف ان الفيديو عجبكم مني والاشتراك في القناه عشان نوصل للمليون وتشجعوني وبس. مع السلامه عشان نتسحر وناكل. صراحه يا جماعه نيره ما تستحقش توصل للمليون. نيره والله المفروض تجيبوا لها الدرع الماسي. فعلا اما يكون عندها 12 سنه وتبهرنا كلنا كده لازم توصل 10 مليون. الحمد لله. وافتكر الكلمه بتاعتي دي يا نيره وبكره هتوصل 10 مليون وخليكي فاكراها ان شاء الله. هتقولي الدرع الماسي عادي عشان ما عنديش مانع.